يسعد أوقاتكم. كل مرة بنرصد تفصيل من تفاصيل رمضان المميز، ولكن اللي أخذ طابع وشكل مختلف خلال هذا رمضان طبعا بسبب الجائحة العالمية كورونا المستجد. نحن حاليا متواجدين بمنطقة الجزمادية وتحديدا بأحد محال الفول والفتة، هي الأكلات الشعبية اللي بيكون متواجدة برمضان على كل سفرة سورية. خلينا نشوف شو فرق معهم طبعا لكل يلي بيشتغلوا بهاي المهنة، شو اللي فرق معهم هذا السنة عن السنوات السابقة. خليكم معنا. مرحبا، يسعد أوقاتك. الله يعافيك. أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. يعني الفتة والفول هي من الشغلات أو الصحون التقليدية اللي بتكون موجودة بكل بيت على مائدة الإفطار. السنة شو اللي فرق بشغلكم طبعا بسبب فيروس كورونا؟ هلا كل سنة عن سنة عم تختلف، يعني السنة الماضية كانت أحسن من هالسنة بكثير طبعا. كورونا كثير أثر على وضع البلد عن المعيشة حصريا يعني. الفرق إنه الأسعار اختلفت. اول شغله طلعت الاسعار للعالم، انه عم تتفاجئ اليوم مثلا الاسعار مثلا عم تفوت على مطعم فول على اي مطعم على اي شيء، الاسعار اختلفت جدا جدا عنا يعني حصريا. بس لاحظنا هي وجبه اساسيه للشعب يعتبروها برمضان، هي وجبه مثلا صحن فول صغير، صحن فته، صحن فته بزيت، معروفين احنا اهل الشام يعني بالعادات والتقاليد تبعتنا. طيب خلينا نحكي كمان على طبيعه شغلكم، كيف اختلف ان كان من اللباس ان كان من التحضيرات، شو اللي اختلف السنه كمان بزمن الكورونا؟ طبعا اختلف اللباس، الكفوف، الكمامات، التعقيم بالمحلات، طبعا كل ساعه وساعتين بنعقم المحل احنا، الكوف، الكمامات، هاي الاجراءات اللي عم يحكوا فيها بشان الكورونا. طبعا مشان شيء يجي زبون ما بتعرف شو حامل مرض ولا نحن شو حاملين مرض، يعني نحن عم نشاكل الزباين. بيجي زبون مشان 4-5 زباين من المحل قراب على بعض، طبعا هذا كله يعني بيرجع لنا يعني. خلينا نشوف هلا شو رح تحضر لنا هيك على سريع. هلا في زبون نحط له نص كيلو مسبع، نص كيلو حمص، وحضر لك دي فتة بزيت اللي وجبه اساسيه بيعتبروها، خاصه هلا الجو الشتاء صاير عندنا، هي فتة بزيت تجي حاميه طبعا على الفطور. يلا خلينا نبلش بالفتة. هي عبارة عن شوية خبز تكون محمر شوي يابس شوي. في ناس بيحطوا لها توم، في ناس ترغبها بلا توم، هلا نحن كمطاعم ترغبها بلا توم، على الهوى طلب الزبون، الزبون بيحبها بتوم، الزبون بيحطها بلا توم، خاصة هلا ما في طاولات ما بنحسن التوم. ناخذ كأسة تكون سخنة، طبعا نحركها شوي. هي من زيت بلدي ومادة اسمها الإلي ومي. طبعا تكون زيت بلدي نوع ممتاز. الكمون هي تعطي طعم طيب لك. هذا وفيها زيت.